صعب جدا الواحد يتكلم عن أفكاره أو معتقداته أو تفسيراته الخاصة في حضرة مفتي الجمهورية عندما يكون لدينا عالم جليل بحجم وقدر هذا الرجل سواء على مستوى المنصب أو على مستوى الشخص، ولكن في مفهوم الدين البسيط أنه يمنح الإنسان المنهج والسكينة. هذه الأيام مصر تفتقد المنهج وتفتقد السكينة. بكرة إن شاء الله يغادر عدد كبير من المصريين بدأوا المغادرة بالفعل، شأنهم شأن كل المسلمين في جميع أنحاء العالم، بحثا عن السكينة من خلال أداء مناسك الحج إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة انتهى ذو القعدة، غدا يبدأ ذو الحج. هنتكلم مع فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة في الكلمتين دول، في السكينة سواء من خلال أداء مناسك أو بحثا عن السكينة والمنهج في خلال كل ما نتابعه من مشاهد يومية في مصر في مشارب وفي طرق مختلفة. يعني حاولت أنجز بسرعة، ولكن برحب بوجود حضرتك معنا لأول مرة النهاردة في الحياة اليوم. وجودك يسعدنا ويسعدنا. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك، وكل عام وأنتم بخير، وكل المصريين وكل المشاهدين في كافة أركان العالم بخير. وأعلنت السلطات السعودية، ونحن دائما في مصر نتبع السلطات السعودية في بداية ذي الحجة بالذات لتعلق الحج به، أن غدا وهو يوم الجمعة هو أول أيام ذي الحجة المحرم المبارك. وكل عام وأنتم بخير. بدأت الأيام العشر الفواضل الأولى، بدأت الأيام التي فيها الصيام من هنا إلى يوم عرفة لغير الحجاج. فمرحبا بذي الحجة، ومرحبا بهذا الموسم الذي نرجو الله سبحانه وتعالى وندعو أن يكون متميزا، وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائنا ودعاء المسلمين بالخير والبركات للعالم كله. لنبدأ بالحج، ماذا تقول لمن غادر وماذا تقول لمن سيغادر إلى الحج؟ رسالة متكررة قلتها لكل من التقيت بهم من أفواج الحج، سواء في الجمعيات أو سواء في الشركات سواء في وزارة العدل وغيرها من الأفواج اللي من الله علي أن ألتقي بهم، وهو ألا ننسى مصر في دعائنا. الدعاء أمر مهم للغاية للغاية، وبعض الناس يظن أن الدعاء يعني مسألة فيها روحانية فقط وكذا. لا أبدا، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان، وأنه هو الذي ييسر ويسهل هذا العالم، ولا يكون شيء في كونه إلا ما أراد. فنحن نطلب من الحجاج جميعا ومن المصريين خاصة أن يجعلوا ثلثي دعائهم لمصر. بنقول لهم كده، خلي تلتين دعاك لمصر السنة دي، والتلت ليك ولأصحابك ولأهلك ولزويك ولكل حاجة. مصر تحتاج إلى الدعاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من أي فتن، من أي أزمات، من أي مضايق. نمرة اتنين، أن يوفقنا لرشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل غدنا خيرا من أمسنا. الدعاء المستمر والالتجاء لله سبحانه وتعالى هيعمل أثر كبير. فدي رحلة، هي في الحقيقة ليست رحلة ترفيهية، دي رحلة شاقة. ولذلك يجب على الحاج أن يذهب وهو يعلم أنها رحلة فيها مشقة، يشد نفسه شوية، يبتغي فيها عهدا جديدا، صفحة جديدة مع الله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جددوا إيمانكم، تملي يكررها عليهم كثير. كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله، يعني اعمل حاجة بس كده، ابدأ. ولذلك جعل الصلوات كفارة لما بينهم، عشان صفحة جديدة مع الله. من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، صفحة جديدة مع الله. من رمضان إلى رمضان، من الحج إلى الحج، من العمرة إلى العمرة. فكرة البدء الجديد هذه فكرة مهمة جدا، تساعد الإنسان على أن يستجمع قواه، ألا يلتفت كثيرا إلى الماضي إلا بقدر ما يستفيد منه من دروس من أجل المستقبل. أن يبدأ وهو ينوي التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
هذه هي رحلة الحج، وهذا هو النصيحة للحجاج، اصبر. كثير جدا من الحجاج يحدث عنده لعدم التعود على المشقة، والحج مشقة ومشقة بليغة، فتجده يعني لا يمسك عليه لسانه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله أمسك عليك لسانه، طول بالك، جرب زي ما بنجرب في رمضان الصبر على الجوع أو الصبر على الـ 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 الأكل والشرب والشهوات. جرب كده إنك تصمت، إنه يشتغل لسانك بذكر الله وبالدعاء، إنك تعيش مع الله سبحانه وتعالى مستحضره في كل وقت وحين، هتلاقي جو تاني تحبه وتنجذب إليه، وهتجد نفسك أيها الحاج وأنت في مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. لو اللذة هذه دخلت قلبك لن تخرج منها أبدا، ستكون رحلة الحج ذكريات جميلة تحب دائما كلما أخذتك الدنيا وشغلها ومشاغلها أن تعود إلى هذه الروحانية وهذا الحال. يغسل الإنسان، يجي نضيف كيوم ولدتهم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويعود أحدكم منه كيوم ولدتهم. ازاي البني ادم يغسل نفسه فضلت الشيخ؟ ازاي مولانا انه يقدر؟ يعني في ناس بتسافر بتبقى مركزه قوي على الاجراءات والمناسك، ولكن ممكن يكون قلبها وتركيزها والحاله الوجدانيه اللي حضرتك بتتكلم عنها ما تبقاش موجوده. المطلوب اولا التوبه، والتوبه لها شروط ولها درجات. شروط التوبه ثلاثه في الذنوب اللي بيني وبين ربنا: ان اقلع عن الذنب، أدي نمرة واحد، وأن أنوي ألا أفعل ذلك أبدا، مش هعمل كده تاني خالص، حرمت. ونمرة ثلاثة أنوي أيضا بندم، يعني النمرة ثلاثة هي الندم، إن أنا مش مبسوط من اللي أنا عملته. مش وإيه يعني ويجرى إيه، ما كل الناس بتعمل كده، لا. الثلاثة دول فيما بيني وبين الله: الإقلاع عن الذنب، الندم، عدم تكراره مرة أخرى، أو النية لعدم تكراره مرة أخرى. بيجيني هنا بقى حكاية الندم دي، عايزين نفصل فيها شوية. قال إنك أنت تندم في أول الذنب والتوبة منه، وفي أول التوبة تيجي إيه؟ ندمان. بعد كده حاول تنسى الذنب، حاول تقول لا ده أنا صفحتي بيضة، مع نفسك كده، لأن الإنسان جبل على أنه عندما ينسى الذنب أو يتناسى بعد فترة الندم إنه هو يكون أدعى لعدم تكرار الذنب، يقول ده أنا صفحتي بيضة ما أعملش كده. لكن لو كانت أنا ذنوبي كتيرة وخلاص أنا داخل النار داخل النار، ده ييأس الإنسان. لما يكون بقى في الذنب ده ان انا اغتصبت حاجه ولا سرقت حاجه ولا خدت حاجه من حد ولا شتمت حد، يعني في طرف اخر، يبقى لابد من رد الحقوق الى اصحابها. بعض الناس بعد ما يستولي على اموال الناس ولا ارضها ولا عرضها ولا كذا، كان مفيش حاجه حصلت، تبنى الى الله. لا، مش تبنى الى الله، ده انت لازم ترد الحاجه اللي بينك وبين الناس. فدول اربع اشياء في التوبه، درجات التوبه: بداية يكون فيها ندم، ثم في النهاية يكون فيها نسيان للذنب. إذا فعلنا ذلك بهذه النية وذهبنا إلى الحج، يبقى إحنا ناويين نغير، يبقى إذن الحج رحلة التغيير، يعني أو بداية التغيير. يعني دي خطوات تبدأ من نيتك إنك تحج، من أول ما تنوي أو تعتزم إنك تحج، مش من إنك توصل هناك. دي أول خطوة الواحد. أول خطوة إن أنا أتوجه يا رب أنا رايح لك، زي ما بيقول لك ناداني لبيته لحد باب بيته، ده ربنا ناداك، فإذا بيفتح لك أبواب التوبة. إذا يلا بقى وأنت تلبي على التربية الصحيحة. هناك من يذهب إلى الحج ويلبي لبيك اللهم لبيك، فالملائكة ترد لبيك وسعديك والخير بيديك. وفي واحد يقول لبيك اللهم لبيك فترد الملائكة، إذا لم يستوفي الشروط اللي ذكرناها دي، لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. احنا عايزين نبقى زي الاول، مش زي دول. فالاول ده يجي بالاخلاص ويجي بالتوبه،
وهذا هو التهيؤ الأول. ويجي أيضا بالنفقة الحلال، مش يبقى واخد رشوة ورايح يحج بيها، مش يبقى سارق سريقة ورايح يحج بيها، مش يبقى ممارس بلطجة ورايح يحج بيها، لا ما ينفعش. لابد أن يحرر حلاله حتى يقوم بهذه الرحلة الطيبة الجميلة. إذا فعل هذا ونوى التوبة وذهب مخلصا، يكون من الطرف الأول أو من النوع الأول أو من الفريق الأول الذي يرد عليه الملائكة كلامه بالقبول. يا رب اللهم أمين يديها كل الناس. آمين يا رب. عايز أسأل حضرتك عن الإجراءات. هناك أنواع مختلفة من الحج برغم سنوات الحج وارتباطه يعني بمسيرة الإسلام منذ بدايته، إلا أنه الأسئلة تبقى حتى هذه اللحظة متكررة ودائمة. إحنا عندنا ثلاث أنواع من الحج في الشريعة. حج اسمه الحج المفرد، وهو أن أنا أروح البيت الحرام وأنا بقول لبيك اللهم بحاج على طول كده، مفيش عمرة ولا حاجة. أيوة. وأبدأ بالحج وبعدين أبقى يمكن أعمل العمرة بعد الحج ما يجراش حاجة، وده اسمه الحج المفرد. النوع الثاني هو حج القران، أقول اللهم إني لبيك اللهم بعمرة قارنا إلى الحج، يبقى هنا هروح أعتمر وما فكش الإحرام، أفضل محرم ولا محرمات الأحرام حرام عليا لغاية ما يجي وقت الحج، وبعدين أبقى حج وأفك الإحرام، بعدين حج ملتصق بالعمرة وعمرة ملتصقة بالحج. النوع اللي عليه الآن أغلب المسلمين واللي النبي نصح به الصحابة هو حج التمتع، إني أروح أعمل عمرة وفك الإحرام وارجع مدني تاني إن صح التعبير، يعني ألبس هدومي وأعيش حياتي مدني خالص حتى العلاقة الزوجية تتم مفيش مانع، وبعدين لما يجي وقت الحج أقوم أنا أحرم من الفندق بتاعي أو المكان اللي أنا قاعد فيه بالحج من مكة كده على طول. وده اسمه حج التمتع، وفيه دم، والقران فيه دم، والمفرد ما فيهش دم. ده اللي عليه اغلب المسلمين واغلب المصريين. صورتنا بقى واحنا هنا ان انا باجي بشوف انا رايح فين، رايح المدينه ولا رايح جده. اذا كنت رايح المدينه بسافر عادي بهدومي العاديه بجلابيتي ببدلتي بكل حاجه رايح المدينه. لو كنت رايح جدة لا، بلبس بقى الإحرام وببدأ الإحرام من الطيارة، وهنشوف بالتفصيل إيه الحكاية. لكن أنا لو كنت رايح المدينة بروح المدينة، وبعدين لما يجي العمرة أبقى أعملها من أبيار علي. أنا كنت في البيت، الطيارة الساعة 7 وأنا دلوقتي في البيت الساعة 1، فروحت مستحمي ورحت لابس الإحرام إزار ورداء فوقه، وبعدين صليت لله ركعتين إحرام، وحطيت شوية طيب وعطر في جسمي. أنا لغاية دلوقتي مش محرم لسه، أنا لبست الإحرام زي واحد وضى ولسه ما صلاش الظهر، هو ما صلاش الظهر خلاص لكن تهيأ لصلاة الظهر، كذلك ده تهيأ للإحرام. أنا لسه في البيت ولسه الساعة 1 وصليت في البيت الركعتين بتوع الإحرام واستحميت للإحرام ولبست الإحرام نفسه، بعدين لقيت الدنيا فيها لسعة برد كده، رحت لابس جلابية وحاطط الرداء فوقيها كده، ما يجراش حاجة مثلا يعني لسه ما دخلتش الإحرام. أيوة. خدت بعضي ونزلت وركبت مواصلات وركبت عربية ورحت بيها للمطار، والمطار عطلونا في الوزن في الزحام في مش عارف ايه، أنا لغاية دلوقتي مش محرم. فدخلت الحمام غسلت إيدي بصابونة فيها ريحة، مجراش حاجة. شفت كده ضفر مكسور هنا ولا حاجة، رحت قاصص ضوافري، مجراش حاجة. كله ده ليه؟ أنا لابس الإحرام صحيح لكن أنا مش محرم، ده أنا هستعد أو أنا مستعد دلوقتي للإحرام. أذن عليا العصر صليت العصر في المطار، أذن عليا المغرب صليت المغرب في المطار، وكله ده يا عيني أنا لسه مش محرم. ركبت الطيارة قدمونا وجبة أكل كده كلتها
والاكل ده كان فيه عطر، نكهه كده عطريه، ما يجراش حاجه. طيب وبعدين سمعت الطيار وهو بيقول احنا قربنا على الميقات، احرموا بقى. رحت خالع الجلابيه اللي انا كنت لبستها من لسعه البرد دي، وبقيت محرم دلوقتي في هيئتي، ما فيش رجلي فيها، ما تاخذنيش شبشب، ما فيهاش جزمه، ممنوع الجزمه، ممنوع الشراب، ممنوع كذا. من هنا مش هحلق اي حاجه في شعري ولا في ظفري ولا حط طيب، بس ده الطيب موجود في جسمي لحد دلوقتي، ما يجراش حاجه لان انا حطيته قبل ما قبل الاحرام. واجي اقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج. في اربع كلمات بقى عايز الناس تحفظهم او تكتبهم: واجعل محلي حيث حبستني. اربع كلمات. يعني ايه؟ يا ريت تفهمهم لنا. يعني يا ربي انا متوجه اليك دلوقتي وانا محرم، طيب افرض حصل حاجه منعتني من الوصول الى البيت الحرام، اعمل ايه؟ افك الاحرام بقى، فسامحني ساعتها وخليني مسموح ليا ان انا افك الاحرام، شرط كده بيني وبين ربنا. واجعل محلي محلي يعني حبستني. تحليلي يعني ان انا اخلع ده والبس بقى مدني والبس زي ما انا عايز، حيث في الحته اللي حبستني فيها. الطياره اتخطفت بقى، عملنا حادثه لا قدر الله، الجوازات قالت لي لا دي التاشيره بالمقلوب، لا انت الجواز بتاعك نفق، اي حاجه بقى، اي ظرف بقى من الظروف، اي ظرف من الظروف ومنعني من الوصول الى البيت الحرام، وما تحلل حيث ما انا لاني قلت الكلمه دي، فالكلمه دي شويه مهمه. واجعل محلي حيث حبستني. حيث حبستني كلمه يعني بسيطه خالص، وممكن ان احنا نرددها كتير لغايه ما تتكتب. واجعل محلي حيث حبستني. يعني لو قال مثلا محلي حيث حبستني ما يجراش حاجه. يعني في حطيناها على الشاشه كمان وحرجت ده كويس قوي انه اتحط. واجعل محلي حيث حبستني علشان اوسع على روح احتياطا لا قدر. يعني الحمد لله مئات الالاف راحت وملايين راحت، وما يعني ما حدش منع من البيت الحرام الا للحوادث، يعني حاجه بسيطه خالص. انا قلت دلوقتي خلاص دخلت الاحرام لما قلت لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج، خلاص انا كده بقيت محرم، يحرم عليا الحاجات دي كلها. ولبي ثلاث مرات، سبع مرات، عشر مرات، 11 مرة، يعني لغاية يعني ما تعب، وهي صلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وانزل الطيارة قوم ألبي. أنا سكت بقى، لكن لما لقيت الطيارة نزلت قوم ألبي. لما لقيتهم فتحوا الباب قوم ألبي. أنزل تحت وأركب الأتوبيس ألبي. طول ما أنت في الطابور بتاع الجوازات ألبي، أخلص وأطلع بره ألبي، أركب الأتوبيس عشان نروح جدة ألبي. في كل حركة وسكن أنا قاعد إيه؟ ألبي. التلبية دي هتفضل معايا لغاية ما أصل إلى البيت الحرام. أنا قال لك الأتوبيس اتأخر، فقعدنا يوم في جد عشان ما فيش أتوبيسات، ما جراش حاجة. قاعد ألبي وآكل وأشرب وألبي وأعمل كل حاجة. إحنا كنا بناخدها في شهر وإحنا ماشيين، اتأخرنا شوية. وسع صدرك. ركبت السيارة ووصلت مجهد بقى، أديني يومين في الطريق ومجهد أكيد، وما أروح أنام في الفندق وأنا محرم. ولعلشان لما أروح العمرة أروح إيه تبقى بقوتي كده وكذا، ما أجراش حق وأنا لسه محرم. وبعدين قمت احتجت إن أنا أخد يعني حمام، أخد دش كده، ما أجراش حاجة. وبعدين لقيت الرداء والإزار اتوسخوا غيروا، كله ده جايز. ايوه في ناس دايما تسأل وتقول ده جايز ولا مش جايز. لا كله جايز، كله ده جايز. اللي مش جايز ان انا اغطي راسي، ان انا احلق راسي او دقني او كذا الشعر، لا ان انا اخد الظفر، ان انا اصيد، ان انا اتزوج او ازوج او مش عايز. الزواج ده كله المجموعة بتاعته كلها ممنوعة وهو محرم. فأنا في الفندق وكلت وشربت واستريحت
وبعدين قالوا لي مش هتنزل لأن أنت وصليت العشاء ورحت الحرم وصليت العشاء ورجعت وكله ده لسه ما عملتش العمرة بتاعتي. وبعدين أبدأ ارتحت بقى وغيرت واستحميت وعملت وصليت واتبسطت وكلت وكل حاجة. أروح بقى إلى الكعبة إلى الحجر الأسعد الأسود وأبدأ من هناك. ده البداية. ألف 7 مرات وبعد ما أخلص أروح أشرب زمزم وأصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو في أي حتة في الحرم. وبعدين أروح إلى الصفا. وأنا بقى رايح الكعبة وبادي لازم أكون متواضي. لازم أكون متواضي لأن الطواف بالبيت صلاة. ولازم أكون ساتر العورة. فوانا ماشي حصل لا قدر الله وده يعني ما شفناهوش تقريبا انه وقع مني الازار انكشفت العورة استرها وكمل استرها وكمل. حصل ان انا لفيت لفة والتانية والرابعة ونقضت وضوئي اطلع اتوضى وارجع اكمل التلاتة. ما عدش من الاول ماشي طيب إيه رحت بقى بعد ما كملت الطواف صليت الركعتين لازم اكون متوضي طبعا وانا بقى رايح للصفا ما قط وضوء اروح اطوف بين الصفا والمروه من غير وضوء ما يجراش حاجه. الست طافت والحمد لله في امانه الله وداهمها الحيض. الحيض نزل بعد تمام الطواف السابعة تروح تسعى ما بين الصفا والمروة وهي حائض. ايوه اذا الطهارة شرط للطواف بالبيت وليس شرطا للسعي بين الصفا والمروة مش شرط. الست اتضايقت لما نزل الحيض فعايزة تروح الفندق علشان تجهز نفسها تروح. هي كانت عاملة حسابها فمش هتروح الفندق فراحت ماشية ما بين الصفا والمروة رايح جاي مرتين أجهدت قالت أنا مش عايز أكمل تيجي بكرة تكمل بكرة تكمل 5 بس يبقى هي كانت بتطوف طفت النهاردة 2 بكرة طفت 3 معاهم أي. بعده طفت الاثنين اللي فاضلين يبقى اذا التوالي ليس شرطا في الايه في السعي لا الطهاره شرط ولا التوالي شرط ممكن تقسيمهم بالشكل ده. الدنيا غالية بقى هناك في الوقت ده كذا مليون بيحجوا فهو واحد مقتدر كده قال انا عايز المسافة دي كلها انا مجهد وعايز ان انا ابقى على العجله دي يدفع له 200 300 ريال ما فيش مانع ويمشي على العجله ما فيش مانع. يعني هو بالشكل ده ادى اللي عليه يعني ادى المنسك نفسه. صفا مروه في السكه بقى بدعي والتجئ واقول اللي انا عايزه كله اللي في قلبي مش ده يناقض مفهوم المشقه او المعاناه انه ما بيجريش عليك بقيه اللي بيجري على بقيه الناس اللي معاك. هو خلي بالك الناس مختلفة اختلاف عجيب كل واحد وعلاقته مع ربه وفيما أقامه فيه. ما هو خلق ناس فقراء وناس أغنياء ناس أقوياء وناس ضعيفة ناس عندها همة للعبادة وما يرضاش يعمل كده وعايز يتحمل المشقة وناس تانية ضعيفة فدعي الخلق للخالق. يعني اللي انت بتسأله ده سؤال لا يجيب عنه إلا الله انت واخد بالك يعني الله سبحانه وتعالى النوايا بقى صدق النوايا واحتمال ربنا يكرم. احنا تملي يا استاذ شريف لما يبقى معانا تملي منظرين كده ظاهرين يحتمل الظاهر ده الخير والشر بنحمله تملي على الخير. الاذيه بتاع بعض اولادنا في الايام اللي احنا فيها دي انه تملي يحمله على الشر
دي خطيرة جدا. ده هيفتح اكتر من موضوع واحنا بنتكلم بعد ما نرجع. يعني بقول لحضرتك ان احنا خلينا بس نحمل الظاهر بتاع على خيره وليس شره. على خيره وليس شر. الشر افرض انه ده انا حملته على الخير ثم انه طلع يوم القيامة على الشر، انا ما خسرتش حاجة. فتملي نخلي ايه حملنا للناس كتربية للجميع. نعم. كل المسلمين لازم يعملوا كده ان احنا نحمل على الخير. ممكن جدا واحد دلوقتي يقول لك الله مش ده عبط، مش لازم يعني تظن الظن السيء وهذا من حسن الفطن. اقول له لا، انما لان يعني حملت الناس على الخير يبقى ده الظن الحسن، وخصوصا الحكم لغيرك، يعني الحكم لله في نهاية الأمر. هذا هو.